نتكلم عليها بسرعة. المترو، شركة المترو بتهدر 100 مليون جنيه في تكهين قطار مكيف جديد. ده خبر بالنسبة لنا برضو ممكن يبقى غريب شوية. انتوا عارفين حضراتكم ان في مجموعة قطارات صفقة توريد 20 قطار مكيف من شركة هيونداي روتم كورية. اجمالي الصفقة دي لل 20 قطر كانوا 2.2 مليار جنيه. في قطر حصل فيه مشكلة، اتعرض لحادثة، اتخبط في كوبري سور العيون بين محطتين السيدة زينب والملك الصالح بالخط الأول. ده كان من فترة الكلام ده. فالتصادم ده حصل فيه نتيجة للتصادم ده حصل انفجار للخطوط اللي واصلة بين الكهرباء وجسم القطر عشان بيغذيه بالتيار الكهربي. فتم عزل القطار. تمام، كل ده تمام. حصل مشكلة فاتعزل، اتحط فيه الصيانة عشان لغاية ما يتعاد تشغيله مرة تانية. اللي مش تمام او اللي غريب، هو احنا بنقول الخبر ده لانه انما الى اسمعنا وقد يكون صحيح وقد يكون غير صحيح، احنا مش يعني او مش غير صحيح، الخبر صحيح، قصدي قد يكون في شبهة فساد او اهمال خلينا نقول، وممكن يكون هو ده الطريقة اللي بيشتغلوا بيها، بس احنا بنقول لمن يهمه الامر. يعني الفكرة بقى ان سواء القطر، على سبيل المثال بيقول لك ان القطر ده اتعزل لعدم وجود قطع غيار ليه في مصر، وان الشركه الكوريه ما وردتش قطع غيار لمصر. طب احنا يا جماعه لما بنيجي نستورد بندفع دم قلبنا وبالدولار، ما بنبقاش عاملين حسابنا انه القلم ده لما ابعت استورده من بره وادفع فيه قد كده بجيب قطع غياره، اجيب قطر مترو ادخله مصر وانا مش جايبه له قطع غيار، وابعت لكوريا من قد كده. الكلام ده بقاله قد ايه؟ الكلام ده بقاله كتير جدا. ابعت لكوريا، هقول لكم حالا دلوقتي، شركه المترو دي اصلا متعاقده من 2012 مع الشركه الكوريه عشان تورد ال 20 قطر مكيف دول. ابعت لكوريا اقول لها انا عايزه قطع الغيار وكوريا ما تردش عليا او ما تبعتيش اللي انا محتاجاه، وانا مش فاهمه برضو. دي نقطه. النقطه بقى اللي اسوأ من كده اللي السواق برضو فجرها، انه بعض محركات وشاشات القطار تم استخدام قطع غيارها لوحدات اخرى، لقطارات اخرى. يعني عارف انت تلاقي ايه، في حد كده مش مهندس كان معدي فقال لي ايه القطر ده متكهن، طب ناخد منه حاجه. يا سيدي لا، ما ينفعش، القطر ده متكلف 20 مليون، ده غالي جدا ومكيف وبتاع، ده من القطارات الجديده اللي جايانا من كوريا. يا سيدي بس صلي على رسول الله عليه الصلاه والسلام، ده لسه يعني على بال ما يتصلح، وكوريا بعتنا لها ايميل ما ردتش علينا وبتاع، فك لي بس الترسه اللي جوه دي والنبي هتالي عشان القطر رقم 8 محتاجها. عارف والله هتلاقي الدنيا مشيت كده بالامانه، يعني مش لازم فساد وسرقه، هي مشيت كده. يعني قطر مكلف قد كده، يعني انا مش قادره افهم الحقيقه. ليه يتفك ويتاخد قطع غيار، واللي ببعت لكوريا اقول لهم ابعتوا لي قطع الغيار. انا بصوا يا شباب انا هلحق، مش كده هلحق، انا عايزه ارجع بس الخبر الاستغاثه.